وربك انه متخبين على السيارات. يا رو روح ابو العاني ابو العاني ارمح. زين خليني اعدل البطلون شوي. يا اخوي ايوه هاي لقيت واحد ابو العاني. لقيت واحد وحش. هاي الثاني اختك. ها هو ابن العارية ابن الشرموطة بشار العارية ابن العارية ابن القحبي اه بس بع حاله يا الله قبع مش كوم ستيل مش اركض عليه احكي كوم ستيل يا خبي يلا عشان يجي يعاد عليه توقف هون طب احكي لك انت صح وقلت كشفتي يا خبي ما هو خلص اكشف الباقي يا حمار كشفته ما انت كشفته خبي تتحرك تشوف المخبأ تلمح اول واحد تعرف مين هو تركض على مكان معديتك لا مش عليك فوت كوم ستيل جميل يلا كوم ستيل عشان محمود عيد روح اسكت عبد الله هيا يا قصير محمود عيد لازم تمشي مش توقف تعرف يلا بدي كمك يلا كسمك يلا حلو كسر امك العيب اللي يلا جيبك يا زلمه ما عرفتك تجيب من يا زلمه طلعتك بالعكس يلا طلعت من طيزك يلا يلا يا زربوطه يلعن اختك يا زلمه يلا هلا تفوت علي امك فهمت يعني كيف تعرف تركض هاد يلا عيد عشان بطيء صح خف ابن الشرموطة والله مغمض اوكي 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 ما صافي في السيارة ربك والله وين وين وطل على الارض المطب قوم استاذ محمود والله قلت لكم استاذ لازم على المكان قبلك لازم على المكان يا حمار خلاص انسى بديش العبها خلاص انفيني من هنا